أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق الأهلي اختتم استعداداته لمواجهة الألومنيوم ضمن منافسات بطولة كأس مصر، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين لمراجعة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة. أدى اللاعبين تدريبات بدنية قبل استكمال بقية فقرات المران والتدريبات التخصصية اللي أشرف عليها الجهاز الفني. وجلسة المنتخب الوطني الأولمبي توجهت لمدينة نانت الفرنسية لخوض مباريات الأولمبياد، وقفل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي صفحة المباراتين الوديتين أمام أوكرانيا والعراق. المنتخب الوطني لناشئات الاسكواش تغلب على المنتخب الفرنسي في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة العالم لناشئات الاسكواش للفرق، واللي بتقام في نادي هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 18 ل 23 يوليو الجاري. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن تعاقده مع الجناح البرازيلي سافيو قادما من فريق تروا الفرنسي كأولى صفقات بطل الدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وريال مدريد الإسباني أعلن بشكل رسمي عن تجديد عقد لوكاس فاسكيز مدافع الملكي لمدة موسم حتى يونيو 2025. ونادي ريال مدريد أعلن عن التوصل لاتفاق مع لاعب الوسط لوكا مودريتش من أجل تجديد عقده مع الملكي لمدة موسم آخر. وقع مودريتش على عقوده الجديدة مع ريال مدريد لغاية 30 يونيو 2025. نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن رحيل الدولي الفرنسي أدريان رابيو لاعب خط وسط البيانكو نيري وتوجيه الشكر لي على الفترة الماضية. نادي القادسية السعودي أعلن التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم مارسيليا الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.